أكثر سؤال يأتيني بيقول لي واحد يا أخي نقعد بالدرس ننسر كثير خير إن شاء الله الله يجزيك الخير هذا جبر خاطر أقول نروح على البيت نرجع مثل ما كنا شو الحل فعلا أكثر سؤال نجي على الدرس نتألق نرجع على البيت نعود كما كنا ما الحل عندي جواب أنت بحاجة إلى حاضنة إيمانية بدك سهرة مع مؤمنين بدك نزهة مع مؤمنين بدك صديق مؤمن شو دليلك؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم بدك دليل ثاني يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.